انا ابي اسوق الجدع بكينا نروح ندار سيدي نطلع بكينا بالسيارة. موعد حدا جاي علينا بكل اللي يفتح الباب. اجا فتح هو رديت سكرته وفتح ورديت سكرته كان مسكني حطني هون وضربوني كثير. ابوي انا شفت اثنين دش على السيارة فتحوا الباب وبعرفش ورا اخذوه معهم. لا انا هم يضربوا فيي زكيت الجندي وشردت تحت. بوضلتني شرد.